طيب اليوم محاضرتنا هي مقدمة قصيرة عن Natural Language Processing. Natural Language Processing بالعربي إيش بنحكي لها؟ معالجة الآلية للغات الطبيعية أو بنسميها مرات اللسانيات الحاسوبية. اللسانيات الحاسوبية لأنه اللسانيات معناها اللغة، الحاسوبية كيف نعالج اللغة في مواضيع في من ناحية IT. المحاضرة هاي تقدروا تشوفوها على الموقع ها. أوكي، حارض عليكم هلا في البداية حارض عليكم بعض أسماء الشركات وتقولوا لي أني تطبيقات الناتشرال لانجويج بروسيسنج استعملوها بهاي الشركة جوجل شو بتستعملوا الناتشرال لانجويج بروسيسنج أبليكيشنز كل يوم لشركة جوجل غير سيرت غير كما قلت ترانسليت شو كمان فيش احكي كل اشي تستعمله من جوجل تقريبا نتر لانجويج بروسيسنج التكنولوجيا اللي فيه مش بس الادرس بوك تبعك الجيميل تبعك ما هو الجيميل مش بس بتهزل مش بتبحث في الجيميل مش بتبحث في الادرس بوك مش بتشوف اعلانات لجوجل على الشمال بتكون لما تفتح ايميلك هاي الاعلانات كيف تيجي بصير عمل يعني اذا الايميل تبعك بيحكي عن الاكل تلقاه جاب لك مطاعم في رام الله دعايه لمطاعم في رام الله اذا بتحكي عن سكولرشيب بجيب تلقاه لك اياه جاب لك معلومات عن سكولرشيبس دعايه اذا جاك ايميل عن ايفون عن الموبايل بتلقاه ايميلات الدعاية لوكالايز لإلك فإيميلاتك شو كمان شو المنتجات تبع جوجل الإيميل والسيرش والترانسليت والدكشنر كل معظم شغلهم كلها نتشر لانجويج مايكروسوفت شو غير البنك والهوت ميل مايكروسوفت وير أهم إشي سبيلينج تشيكر الجرامر تشيكر بعدين تسمعوش مرات تكتب النص وتحول لصوت وياهو نفس الشيء How much money these companies are making؟ كل ملايينهم أو ملياراتهم جاي من وين؟ من الناتشرال جوب سيكينج دور على شغل؟ لسه ما وصلتوش مرحلة الدور على شغل كل الجوب سيكينج في كثير عندنا طلاب عاملين عاملين اللي هي بسموها جوب ماتشنج ابلكيشنز مشاريع التخرج ها ندرس السي في ونحللها وندرس شو مكتوب فيها والاخر بنصير نعمل عمليه مش بس عمليه سيرت نعمل ماتشنج مع جوبس او اعلانات او وظائف و هاي جوجل ترانسليت والبابل فيش هاي كمان فيسبوك بيعمل لكم نشر لانجويج بروسيسنج فيسبوك سيرش في الاعلانات في السيرج. اول شيء في السيرش صح السجستشنز جزئيه منها مزبوط لان هي جراف اناليسيس اليوم في كمان ترانسليت في شو كمان التشاتنج ما في شيء فيه يمكن كثير الا في سبيلنج تشيكر اسمها فتخيل لب المسائل الايام هاي لب الابلكيشنز اللي طيب إذا 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 سألتك شو الأبليكيشن تستعملها كل يوم؟ يا تلك منتجات جوجل وما ومايكروسوفت ويا وفيسبوك و... جميع الموجودات جميعها. هلا في كمان في البيزنس إنتليجنس شو يعني بيزنس إنتليجنس؟ بيزنس إنتليجنس يعني بالنسبة للشركات بيكون في عنا خاصة الشركات الكبيرة بتكون بدها الداتا منظمة بطريقة معينة اللي تساعد صانع القرار يتخذ قراره صح
مجمعة كل البيانات بطريقة مهيئة، كله معظمه داتا مايننج وداتا انتجريشن جاي و و و إلى آخره. كل الفلوس اللي بندفعوها اللي بدفعوها الناس طبعا مش كلها بتروح على الأشياء اللي مثلا لانج بوزيسين، بس هذا عشان أورجيكم قديش قديش هذا الموضوع مهم جدا جدا في العالم الاي تي في الأيام. هلا معظم الأفكار اللي بتعملها هاي الشركات الغالبية هلا هي مضبوط شركات بس مشتقة من عملية أبحاث في الجامعة، سواء كانت جوجل ولا فيسبوك ولا مايكروسوفت مش عارف مش متأكد، بس معظم الأفكار حتى مايكروسوفت الكومبوننت تبعتها هي اشترت شركات صغيرة، الشركات هاي كانت سبين أوف لها شركات جاي من جامعات. كمان لا شك انه في كثير من هاي الشركات عندها شيء بيسموه ريسيرش لابس ها في هذه المواد. هلا واي دو وي نيد ذا تشالنج بروسيسنج؟ مش كل شو هالسؤال يعني مش ما هو واضح شو ليش، لانه في عندنا هيوج اماونت اوف داتا اون ذا انترنت، وين مش بس الانترنت وكمان على جهازنا بلزمنا نترجم، بلزمنا نفهم، بلزمنا نعمل ريتريفال، بلزمنا نعمل سمرايزيشن، بلزمنا تكست تو سبيتش الى اخره. لا هاي ومش شرط تكون هاي النقطه، مش شرط تكون انه عندي ابلكيشن كله ناتشرال لانجويج بروسيسنج. يعني ابسط مثال دائما بطرحه انا انه الادرس بوك، الادرس بوك نفسه شيء بسيط جدا صح، بس الادرس بوك انت انا شخصيا مش مستعد تشتري ادرس بوك او تستعمل ادرس بوك الا اذا كان ذكي شوي. لما انا بقول ببحث على واحد اسمه احمد وبكتبها بهمزه ولا بدون همزه لازم يكون ذكي شوي، او ذكي شوي يعني معناته بده ناتشرال لانجويج بروسيسنج كومبوننت. فمرات هاي خلينا نقول افكار الناتشرال لانجويج بروسيسنج بتكون مرات جزئيات داخل برامج. هلا وبالمناسبه انا لا انا يعني حجم البيانات الموجود على الانترنت الهائل جدا هذا الحجم، انا باعتقادي انه لا زالت عالم الناتشرال لانجويج بروسيسنج في بدايته، مع انه ما احنا مبسوطين انه جوجل بيبحث لنا بالانترنت وبيجيب لنا المعلومات اللي بدنا اياها، بس عمليا بيجيب لناش اياها منيح. سبيلنج تشيكرز لازلنا مش راضيين عنها، الجرامر تشيكرز لازلنا مش راضيين عنها، وهل ما على اي حال في كثير تطبيقات. هذا نيجي نقول من ناحيه اخرى شيء الناتشرال لانجويج بروسيسنج ابلكيشنز، في عندنا شيء كلاسيفايرز، ان انا اعطيك دوكيومنت وانت تعرف انه هاي الدوكيومنت هي عن الرياضه ولا عن السياسي ولا عن، او اعطيك ايميل وتقول لي انه هذا الايميل سبام ولا مش سبام. يعني هاي احد اللي بنسميها يعني الابلكيشنز. في عندنا الانفورميشن ريتريفال انه انا بدي زي سيرش انجنز انه انا بدي معلومه ادور لي عليها. في عندنا الانفورميشن اكستراكشن انه انا بدي تعطيني مثلا تعطيني مليون سي في وانا اروح اطول منهم اسماء الناس وعناوينهم معي. كمان مره انا عندي مليون سي في وبدي اطول منهم اسماء الناس وعناوينهم ورقم تليفوناتهم اوتوماتيكلي، برنامج يروح يدور على اسماء ناس وارقام تليفوناتهم وعناوينهم بس. اوه شوي بدي كمان اطول سكيلز تبعته اوتوماتيكلي. طيب بعدين او بيجيني ايميل، بيجيك ايميل عمركم لاحظتوا هاي؟ هلا بيجيك انت ايميل، هلا بيجيب لك واحد بده يقول لك بدي اذكر وياك الساعه الفلانيه باليوم الفلاني، تلقاها معلمه اندرلاين بتكبس عليها بيعملها اد على الكالندر تبعك. هذا من الانفورميشن اكستراكشن. يعني الانفورميشن اكستراكشن يعني انا عندي نص وبدي استخرج منه بعض المعلومات، او عندي نص كبير، عندي مثلا هدخل جريده القدس الاونلاين، لو قلت لك اعملي لي برنامج تطل لي منها اسماء كل الناس هيك بس، مثلا ابو مازن وسلام فياض وحنان عشراوي واحمد ياسين وهي
تقدر تطل. طب طل لي منها اسماء كل الاماكن. طب كمان طل لي منها اسماء كل الشركات و المتجر. طب طل لي منها كمان كل التواريخ والايام. مش عندنا نص، عندنا يعني كوربوس عالي جدا، كمية كبيرة من التكست، طلع لي اياها. ماشين ترانزليشن انه انا عندي لغة بتحولها لغة ثانية. كويستشن انسرينج. السيمينار صفر هذول. كويستشن انسرينج زي سيمينار زي بروجكت. في كثير اشي انه انا بدي اسأل وانت تجاوبني. ها؟ انو قتل عرفات؟ ها؟ بتقدر تجاوب عليه؟ في ناتشر لانجوج بروسيسنج كومبارك بتقدر تجاوب عليه؟ هلا بدك تروح تدور بنصوص وتجاوبني. انو اسس جامعة بير زيت؟ بدي اسأل وانت تجاوبني. على فكرة مش شرط تجاوبني، يعني انت بدك تروح تدور على الجواب، مش شرط تدور عليه من ضمن النص. ممكن اسألك سؤال، اتصل على بدي احجز انا مثلا بدي اشتري تذكرة للسينما، بتصل على التلفون الو رد علي لانسر ماشين بقول لي عنا الفيلم الفلاني، بقول له احجز لي الفيلم الفلاني، احجز لي 4 تذاكر للفيلم الفلاني. يعني هاي نسميها حتى ديالوج في الدقاء. طيب سمرايزيشن. يعني ايش سمرايزر؟ يعني انا في عندي مقالة هالطول وبدي اياك تلخص لي اهم ال يعني مثلا بدي اشوف اليوم اهم لخص لي، بدي بس صفحه واحده يعني من 20 مقاله وتلخص لي اهم صفحه واحده عن مثلا اسعار البترول، ولانه مثلا انا فيش عندي وقت وانا مدير كبير وذاك بديش اقرا كل الاشياء، جيب لي ما كل ودل، بدي برنامج بمعنى اخر. مرات تروح اعلم لي الجمل المهمة جدا في وجمع لي اياها من الدوكيومنتس اللي عندي. سنتمنت اناليسيس ايش هاي؟ تخيل انا عندي برودكت معين او اوكي برودكت معين وفي بتعرفوا في ريفيوز كثير مزبوط. اليوم بدك تروح تجلس فندق، خلينا ناخذ على الفندق مش برودكت، في عندك كثير ريفيوز. انت لما تجلس اليوم فندق شو بتروح تساوي؟ بيجي فندق شو بعرفك انه احسن، بتعرفش فيها، بتروح تقرا الريفيوز اللي الناس كاتبينها عنه مزبوط. بتكون هذا بيقول عنه الغرف كذا، هذا بيقول عنه كذا. هلا بتقعد ساعتين وانت تقرا عشان بس تعرف انك تختار هذا الفندق ولا هذاك الفندق مزبوط. تخيل انا عامل لك برنامج اقول لك انه غالبيه اللي كتبوا الكومنتس كانوا مع، الغالبيه كانت مع هذا الفندق، او الغالبيه كانت ضد، او كان كديش ناس نيوترال. ممكن انا تعطيني فندق ومكتوب عنه ريفيوز مثلا 500 ريفيو واقول لك ادرس انا الريفيوز واقول لك انه قديش واحد كان ضد، قديش واحد كان مع، قديش واحد نيوترال. واو. هاي كمان مهمه في السياسي. مثلا انت مع ولا ضد استقاله سلام فياض؟ استقاله استطلاع ضوئي. هلا نزلت، تخيل قديش كومنت نزل على الفيسبوك او مثلا حط خبر على جريده القدس او على الجزيره وبنزل الناس تص تعليقات. طب الناس معه ولا ضد؟ هلا لواحد بده يعرف اراء الناس شو بده يقعد ينظم يوظف جيش اللي يلخص له الكلام؟ لا انا ايش بدي؟ بروجرام اللي يروح يلم مين وكل اللي قديش معه وقديش ضد. على فكره مش صعبه. فيتشر اكستراكشن بنسميها، هاي بتزبط لبرودكتس لفنادق في السياسه، بتزبط بشغلات كثيره مفيده جدا. نعم؟ المخابرات كمان. ولا المخابرات كمان، هلا جايين على هذا الموضوع. في يعني حكيت. هلا جايين لك على هذا الموضوع. هلا نيجي لسميت البروسيسنج. سميت البروسيسنج ما قلت لكم، انا مثلا بدي اتصل بالتليفون اقول له في غرفة عندكم
جاي انا ومرتي وابني باليوم الثالث الفلاني الثالث الفلاني او معناته بدي اخذ صوتي وعمليا يفهم شو يعني يفهم طبعا بده يحول النص بغض النظر انت شو بتنطق شو بتحكي كيف فاهم عليك يبقى فاهم علي هو يعني شو فاهم علي عشان يفهمني لازم احوله لنص حول الصوت لتكست يفهم التكست بعدين حضر رده كتكست بعدين حول تكست لصوت هذا مش يعني هذا مش كل شيء بيكون مخزن هذا بده يحول يعني مش انه في عنده داتا بيس بكل الاصوات عم يسجلها ركز يسجل الداتا اللي انت دخلتها اياها عشان يجز لك وكمان بيسجلها هلا الاو سي ار انه انا عندي صوره مكتوب بكلبها نص وانا بدي اياك تحول النص ل كتابه كلمات مفهوم يعني كاركترز لان هي بيت ماب يعني هي صوره اصلا والكتاب اصور لك الكتاب صوره صح الكتاب هي صوره على فكره ومش بس عشان الكتب وانا بدي اول ما اوصل الجامعه وانا ماشي بسيارتي اوتوماتيكلي تفضل اوتوماتيكلي الكاميرا تشوف تشوف رقم سيارتي وتعرف اني انا موظف الجامعه ولا لا تفتح لي الباب ها رقم السياره تشوف رقم سيارتي بتعرفه يعني هيك يعني كاميرا مباشره وهي التطبيقات كثير جدا موجوده كمان برضه في عالم السكيورتي او انا بدي مرات عالم الاو سي ار هو عالم تحويل النصوص الصور لنصوص فهم اللي بنسميه اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن في عندنا كمان سبيلنج تشيكرز جرامر تشيكرز اوتو فيلينج يعني اوتو فيل هلا كل هاي الاشياء على فكره مش بجوز من 20 سنه صار الناس اهتم الاند يوزرز بس بدايات الاشياء هاي دائما بتطلع من المخابرات يعني انا في 2001 شفت بروفيسور اسرائيلي من التخنين اعتقد اذا انا متذكر عنده تسجيل اصوات من التلفونات ل 2001 هذا الكلام في مؤتمر الكلام تسجيل حوالي 46 ساعه 40 ساعه مكالمات لناس من مختلف القرى والمدن الضفه الغربيه واول ما بيطلع لك اول ما بيطلع اول ما ببلش يحكي بقول لك هذا من انو بلد حسب اللهجه هذا بسموه سبيكر ريكوجنايزر او ايدنتيفاير ها هلا الترجمه الاليه ليش هذا الناس كل المخابرات هاجمه كمان انها تعمل ترانسليشن او انفورميشن ريتريفر للعامي اصلا ليه لانه من مراكب تشاتي معظم هاي معظم الفلوس اللي بتنصرف على الابحاث هاي بداياتها على الاقل بداياتها بس الغالبيه العظمى بتكون من اجهزه المخابرات دليل ذلك انه مشاكل الانجليزي للروسي هاي كان ينكب عليها فلوس الدنيا زمن الحرب البارده وبعد الحرب البارده صارت مش الانجليزي الروسي صارت الانجليزي عربي هلا صح انه معظم المخابرات مش معناته ما بنسويش ابحاث هون لانه برضه بنخدم الناس صح؟ يعني تخيل انت عندك واحد ضرير هلا الضرير بده يستعمل كمبيوتر تحول الصوره لتكست بدي انا احكي له بدي اتفاعل معاه ها؟ على فكره وهي التطبيقات قاعده بتزيد كثير على الموبايلز طيب على اي حال هاي بس موتيفيشن في عنا إشي نسميه artificial languages وفي عنا إشي نسميه natural languages. artificial languages زي إيش؟ زي جافا سي بلس بلس. هلا إحنا نعملها بروسيسين طبعاً مش التمثيل تكتب كود. الكومبايلر شو بيساوي؟ بيساوي بارسين. وبعدين؟ بحولها لمشين. بحولها لمشين.
كود وبنفذ. ففي مشكله ان يعني is it easy ان نعمل له اوتوماتيك تو اندرستاند ذا كود ايزي لانه السنتكس معرف 100% بريدي فاين. طيب اما لما بنحكي عن اللغات الطبيعيه سنتكس اصعب مش معرف سنتكس في لهجات كثير ممكن ما هي اصلا هل هي اصلا تمشي على نظام معين اللغه بيختلف السنتكس بس ممكن تكون نفس المعنى يعني فهاي very 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 difficult to understand. هلا ليش هذا الموضوع هو من احد مواضيع الناتشرال لانجويج سوري من احد مواضيع الارتفيشال انتليجنس؟ لانه اللي بدنا اياه انه كمبيوترز ار يعني كولد انتليجنت بنسميها اف they are able to process natural language sentences as a human as humans do. Process يعني analyze, understand, learn. أنا بعرف حدا بيعمل بحث عمل two robots عمل وكتب لهم كود إنهم طوروا لغة مع بعض يعني جربوا كيف أنت بدي حاول يعمل simulation كيف الناس تعلم اللغة. مش مهم شو اللغة اللي بيطلعوا فيها التو روبوتس يطلعوا في بس عشان نتعلم كيف الناس تتعلم. هلا ومعظم هاي الاشياء احنا اخذها عن الماشين ليرنينج صح في محاضرة سابقة اخذها عن الماشين ليرنينج. معظم التكنيكس هاي هي مبنية هي بصراحة statistics يعني مبنية على statistics وماشين ليرنينج. حتى الآلي تعلم يعني زي الماشين ترانسليشن في جوجل. هلا زمان كان الماشين ترانسليشن بيختلف عن البارادايم الموجود اليوم. زمان كانوا الناس حاولوا يفهموا النص وعندهم موديل لللانجويج وحاولوا يعملوا جنريت من اللغه الثانيه بدك تحول انجليزي لعربي يعمل جنريت لعربي. اليوم جوجل مش هيك بيشتغل بعدين بناخذ عنه. بس ايش بيسوي؟ في عنده نص او نصوص ملايين النصوص النص نفسه مكتوب بالعربي مكتوب بالانجليزي منين جابهم؟ مش انت عندك البيت في العربي بالانجليزي؟ هلا شو بيساوي بس جوجل عليه؟ لا اول شيء بروح بخزن عنده مش كل النص مع كل النص توكنز باخذ فريزز بقول هذا الفريز بالانجليزي هاي المقابله بالعربي مش شرط كل الجمله. فلما نقول شو ترجم السلطة الوطنية الفلسطينية؟ فلسطين أثورتي. فلسطين ناشونال أثورتي. صار شايفها في عنده بجوز مليون وخمسمية ألف بيج عنده في الذاكرة تبعته إنه هذول التوكنز أجت الترجمات هيك. المرة الجاية لما يجي يترجم لما يجي يترجم شو بيساوي؟ بيحسب الاكثر شيوعا فريز باي فريز. طيب هلا هيستوري هذا العالم الناتشرال لانجوج بروسس عالم قديم من بدايه الاي تي من بدايه الكمبيوترز والناس تحاول تفهم اللغه تتعامل معها. وفي شيء دائما بنسميه بيكس اند فاليز. ايش يعني؟ شو يعني؟ ما هو اسمعوا انتوا عارفين اللي بيعمل ابحاث الناس بتعملش ابحاث تطوع حكومات تصرف. هلا الحكومه لما تقرر تصرف على موضوع تكون عندها اهتمام به يعني مش شرط مواضيع السكيورتي بس كمان يعني مواضيع في بشكل عام. هلا الحكومه لما تختار اولوياتها في الصرف بتقول هذا الموضوع بصرف عليه هذا مش بصرف عليه. عالم الناتشرال لانجويج بروسيسنج مر بمراحل فشل او يعني فاليز يعني انه يعني ما كانش كثير نتائج. بس بالفتره هاي او بجزء من 20 سنه هذا العالم صراحه سيطر على معظم تطبيقات الاي تي يعني معظم الدومينز في الاي تي. ليش على فكره؟ ليش؟ لاحظ كل الشركات الكبيره العملاقه في العالم معظم شغلها ناتشرال لانجويج بروسيسنج اهمها جوجل يعني. وزي ما قلنا انه اللي بيهتم في عالم السكيورتي في عالم الناتشرال لانجويج بروسيسنج اكثر شيء
وعادة أول إشي مين؟ أجهزة المخابرات. هلا بلا شك إنه من أهم الأشياء اللي سرعت هذا العالم كمان اللي هو وجود الإنترنت ووجود الموبايل. يعني امبارح حد كان يحكي لي إنه في أبليكيشن عنده مايكروسوفت على الويندوز موبايل بتصور المنيو أنت في الصين في أي لغة بدك إياها بتصور المنيو مثل في المطعم بجيب لك إياها باللغة اللي بدك إياها أنت. يعني بطلت فيش عندك بطل في مشكلة إنه تسأل شو يعني قصدك كلمة الفلانية يعني في المنيو. هلا واليوم كمان تعرفوا صور البزنس كارد تبعي تصوير بحط لي اياه كمان بالادرس بوك مصنف باسم الناس بالكذا كذا كذا هي كلها او سي ار. هاي اليوم بتحكي مثلا هاي قبل سري هذا سري تحكي له وين التليفون ايفون تبعي برد عليك كله تصل على علي بتصل على علي بفهم. فعالم الموبايل وعالم الانترنت وجودهم عمل تسارع في كمية هذه الأبحاث الماضية. هلا لو جينا نشوف كيف الكمبيوترز بتشوف النص لما أنت تورجيه تكست شو بشوفه؟ الكمبيوتر شو بتعرفه؟ هو عمليا حتى مش بشوف كي هو بشوف نمبر اللي هو الاسكي كود تبع كي أو اليوني كود تبع كي ما تبع جي وإف وإم وإم بفهمش الكمبيوتر. الكمبيوتر ما بيعرف. هلا برنامجك بده يحاول يعطي معاني لهاي السترينجز او لهاي النمبرز. فهلا الناس مش عندهم مشكله انهم يفهموا نص على فكره. ليش على فكره مش عندهم مشكله؟ لانه احنا عندنا كومون سنس نولج. يعني هسه لو اجيب لك انا اجيب لك نص وكله اغلاط ملاقيه وكل كلمه فيها غلط ملاقيه بتعرف تقراي ولا لا؟ ليه؟ لانه انت عمليا في عندك باك جراوند نولج وبتصيري زي اللي بفك الشفره. لاحظي انه على فكره كل ما زادت كميه الاغلاط بتصيري ابطا بالقراءه لانه بتصيري بدك تحسبي تفلسفي فيه تستعملي ايش؟ النولج اللي عندك والاكسبيرينس تبعتك. بعدين احنا عندنا ريزنينج كاباسيتي. يعني نقول شفت انا بدي اقول الله يلعن ابو المحتل فهمتوا علي؟ لعنة الله على المحتل. أنو المحتل؟ إسرائيل. طب كلمة محتل شو الفرق بين المحتل الفاعل والمحتل المفعول؟ طب بلكي بسبعة فلسطينية المحتل يعني اللي هو محتل. هلا ليش أنت فهمت؟ لأنه أنت عندك reasoning capacity. بس الكمبيوتر ما فيش. نعم؟ طيب هات نشوف levels of ambiguity مشاكل اللغة. هلا طبعا في speech الصوت وفي الريتن لانجوج. نطلع على بس الريتن لانجوج في شيء نسميه خلينا نشوف أربعة ليفلز. في شيء نسميه فينولوجي والمورفولوجي والسينتاكس والسيمانتكس. شو يعني الفينولوجي؟ الفينولوجي اللي هي الأصوات اللي بتسمعوها يعني صوت الحرف او اللترز حتى اللترز نفسها. بدون قبل ما نفكر ولا بشيء انا اعطيك مجموعه الحروف ومجموعه الكلمات بغض النظر عن معانيها كيف تقدر تعمل منها هجوم مش مهم. هذا الليفل اللي بنسميه الفونولوجي. وهذا في مشكله تو تو رايت رايت بالعربي اخف بس برضه احنا برضه باللهجه او باللهجه طريقه مرات منفخم ومنرقق ومنه بالاخر بتصفي مثلا المشكله الصوت. مرات بنقول كلكيني وقليلي ولا فيش حدا بيقول كلكيني كلقيلي كرسي وتشرسي تشل وتشل وكل وقل هلا احنا هاي مشكله بتصير عند السبيتش. بس يعني هاي بهذا الليفل اللي هو الساوندز. هاي اول ليفل. في عندنا ليفل ثاني اللي بنسميه المورفولوجي. المورفولوجي يعني معناها بالعربي التصريف. تصريف ستراكشر تاع الكلمات.
شو يعني التصريف؟ شو علاقة جدول وجداول؟ جدول. شو علاقة؟ أيوة. فاحنا نحكي طفل أطفال أكل يأكل. طيب هذا نقول كتب. يكتب. أكتب. تكتب. نكتب. تكتبون. مكتوبون. كتيب. كل هاي. هاي احنا نتعامل هنا نتعاملش مع جمال. نعمل مع نسميها المورفولوجي الا التصريف يعني. هاي بكل اللغات سواء كانت بالعربي ولا بالانجليزي. بعدين في عندنا السنتكس اللي هو الجرامر تبع الجملة. هلا هون في عندنا مشاكل كثير زي يعني شو هاي؟ بقول I saw the man with the telescope. I saw the man شو معناها؟ I saw the man in the bar مثلا او in the university with the telescope. شفت الزلمة مع التلسكوب. او خذ الجملة اللي بدك تقولها رأيته بالنظارة. انو اللي بنقول له لابس نظارة؟ انا ولا هو؟ رأيته بالنظارة. رأيتك بالنظارة. لي لابس نظارة. لا انا كمان لابس نظارة. بدي منها على جهتين. حسب شو تنفهم على الجهتين. تنفهم على الجهتين. هلا بعدين في عنا مشكلة الليفل الرابع اللي بنسميه السيمانتكس. في على فكرة ليفلز أخرى بس احنا معنيين هون. هلا السيمانتكس. السيمانتكس اللي هو المعنى. السلم. اللي هو. السلم. خلي هلا برجيكم هلا برجيكم امثله. هلا ديالينج تعامل مع هاي الاشكاليات لما نيجي نفهم اللغه مشكله كبيره جدا. هات نشوف نرجع على السنت بس نحكي عن هذا السنتكس والسنتكس. The dog ate my homework. في سنتكس غلط؟ لا السنتكس صح. قواعد اللغه بتسمع يعني هو ايه؟ The dog. هلا عشان نفهم هاي الاشياء هلا في علم الناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي حناخذه فيما بعد اللي بنسميه بوست بارت اوف سبيتش تاغ. انه انا بدي اجي على الجمله وابلش ايش اسوي؟ اقول انه الدوغ هو النام وايه اذا بير وايش؟ وهوم وورك اذا نام. ده انا ايش؟ زي ما تقول زي بدي اعرف الجمله. بدي اعرف الجمله الاعراب. هل ممكن نعرف الجمل ناخذ لغه ونقدر نعرف اوتوماتيكلي نحدد تعطيني اي جمله واحدد لك شو؟ مش لا في قاعده معينه. شوفوا هذا العلم بعلم الناتشرال لانجويج بروسيسنج ماتشور. في الانجليزي وصلت الاكيورسي تقريبا 95%. أصلاً خايف أنا بصراحة أحد يقول لي هسه يسألني سؤال طب استاذ العربي 10% بس صراحة ما عندي جواب بس أعتقد إنها العربي أصعب بكثير مش لأنها أصعب لا 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 لأنه ما انعملش ما انشغلش عليها منيح. هون الريسيرش لكم مفتوح. ذهب أحمد للسوق أحمد ذهب للسوق نفس المعنى بس ما تعرفش الستركتشر تبعها بيختلف في جمله اسميه جمله. شوفوا انا مش صحيح انا مش عامل في العرض في المحاضره تبعتي مش حاكي كثير عن مشاكل اللغه العربيه بالتحديد مع اني بضرب امثله بالعربي بس إن احد اهم المشاكل باللغه العربيه شوف فيش لغه اصعب من اللغه وانا اعتقد جازما انه بهذا الكلام واللي بيقول واللي دائما بيحاول يظهر انه لغته اصعب انا اعتقد انه هو مش اصعب هو يعني بس ما فيش ابحاث كثير عليه يعني. هلا بس يعني من احد يعني كل لغة فيها مشاكل غير عن اللغة الثانية. من أحد أهم المشاكل باللغة العربية. لا لا إحنا بنحكي عن اللغة المكتوبة يعني عادة مش عامة. اللي هي إنه إحنا نكتب بدون تشكيل بس لما نقرأ ونفهم. نفهم مشاكل. زي هاي المشكلة equals إنه تخيل أعطيك أنا نص مكتوب بالإنجليزي وممحي منه كل الفاولز. الفاولز حروف العلم
محيط من كل كلمة من كل الجمل الإنجليزية. تخيل هلا بتقدر تفهم بجوز، بس كداش يصير المشكلة صعبة عليك؟ في بصير شغلات الشغل والشيء. هلا لو الكلام العربي مشكل كان كان أسهل ألف مرة مع هاي من أحد مشاكل كبير في اللغة العربية. بس في شيء ثاني في اللغة العربية أحسن من اللغة من اللغات الثانية، إنه اللغة العربية محكومة بقواعد. هلا اللغة الإنجليزية ما كل شيء بتقدر تحوله تتصرفه، يعني دائما لما تتعلموا إنجليزي في شيء قواعد عملية، يعني بقول لك بديك القاعدة، بس كل ما تسأل الأستاذ سؤال بقول لك هاي استثناء، هاي حالة شاذة، هاي استثناء، هاي حالة شاذة. هلا هذا الإنجليزي، هذا صفت كل اللغة حالة شاذة، معناته السنتكس تبع الإنجليزي أضعف بكثير من السنتكس تبع العربي. اللغة العربية محكومة بالسنتكس، يعني حتى الشواذ فيها إلها قواعد. هاي إشي أحسن من اللغات الثانية، يعني مش أحسن، يعني كان تخلي اللغة أحسن، مقصود يعني إنه تعامل مع المشاكل قد يكون أقل. هلا بس هذا فكل لغة إلها جوانب سهلة وجوانب صعبة. هلا أنا مش مع أي واحد بيدعي إنه اللغة العربية أسهل وأصعب من غيرها، هذا كله كلام، احكي عن شغل معين في اللغة أنا أسهل وأصعب من غيرها. على أي حال، فالتعريب أو سوري اللي هو التصريف في اللغة الإنجليزية التاكرز هذول في أكيرسي صارت يعني مرضية إلى حد ما، يعني 95% بتجيب أكيرسي. أنت بتعطيه جملة بعطيك التصريف، ولا من كلكم بورجيكم مثال على التصريف بشكل أكثر اللي هو الباقي بس مش تابع. للغة العربية بصراحة بعرف إيش، بس هذا من أحد المشاكل حتى بالإنجليزي، كيف بدنا نصرف هاي مدر إن لو؟ كيف نصرف هوت دوغ؟ هاي صفة؟ مع بعض. ها؟ مصطلح مع بعض. مصطلح مع بعض. فكومبوزيشنال فيرسس نون كومبوزيشنال كولكشنز. هلا هاتوا تخيل إنه عندك لغة معينة، أول شيء جيفينا سنتنس، عندنا جملة. الجملة بتقول جون لافز ميري. عندنا ايش؟ جملة. في لغة ال، جملة اس مكتوبة في لغة، أنهي لغة مكتوبة؟ ال. بس هاي هيك لمحة عن البرفكت مستقبل. Assume you have rules، مش في جرامر اللغة الإنجليزية؟ الجرامر كله ملخص في جي. That describe syntactic regulatories أو patterns or structures للغة ال. هلا جيب الاس ان جي، عندنا الجمله وعندنا الجرامر، وبقول لك انا ايش اوجد، يعني اعمل بارسينج او تاجنج لاس. هاي بنسميها بارسينج. هلا جون لافز ميري، شي جون از ناو، وشي لافز فير. واحنا عاده لافز تاخذ مثلا اكس واي صح؟ إذا فعل وشو ميري؟ نعم. هلا سوري هون جون إذا نيم، هون نيم، فهي نعم وهي نعم صح. هلا الـ MP هاي نسميها، إنه هاي نسميها noun phrase. هلا noun phrase وهاي verb phrase، يعني صح احنا عرضنا كل جملة مع بعضها لحق كل كلمة لحالها، بس ما بكفيش. فاحنا بنقول ايش؟ كل ايه هاي اسم وهاي ايش؟ نعم. هلا اول ايش تاخذ الجملة تقول هاي نعم، وبعدها هاي نعم فريز، بعدين نربطه مع الفيرب فريز، هاي سنتنس. هلا هاي على فكرة ضمن قاعدة اللي بنسميها الجرامر في جي، يعني معناته يتكون في السنتنس، في أحد الباترنز في اللغة الإنجليزية السنتنس تتكون من noun phrase يليها verb phrase، والverb phrase تتكون من verb وراها noun. هلا
في مجموعة، هاي بنأخذها في المحاضرات بعدين، في مجموعة ضخمة من القواعد تاعت اللغة الإنجليزية المكتوبة بطريقة يعني تري، أنا بعطيكم إياها بدون هذول زي في الكمبالر برودكشن رولز بالضبط زي الكمبالر برودكشن رولز. هاي مس هاي سب هاي بعطيكم إياها بدون الجملة، بدون نفس الجملة نفسها، بعطيكم هاي هيك الجرامر الملخص. ففي ناس أخذوا كل اللغة الإنجليزية وبلشوا هم نسميها نوتيشن، جابوا نفترض جدلا جابوا مليار دوكيومنت واخذوا كل جمله وعملوا رولز، حاولوا يكشفوا الباترنز هذول اللي نسميهم الجرامر، مجموعه هذول الباترنز اللي نسميها الجرامر تاعي. هلا بنصير بعدين بعد المليار بصير اعطيهم دوكيومنت جديده او سنتنس جديده، سيروا ايش يقدروا يسووا؟ يعرفوا، يحاول يطبق باترن اللي اكتشفهم هناك بهي الطريقه بعلم. طيب على فكره هاي لم اعراض الجمل ليش بدنا اياها، على فكره بجوز حدا بيسالني ليش بدنا اياها؟ انه يعني تيبس انه هو ديت اند وات اند وين، يعني نصير نقدر على الاقل من الجرامر نحاول نفهم معناه. هذا اللي بنسميه البارسينج او البارت سبيتش تاجنج. في نوع بارسينج معين بنسميه الشالو بارسينج، بحاول يشيل فهم جملة بالتفصيل، خلص بيعني انه يقول احدد انو سبجكت وانو لبريديكت، فجون از ذا سبجكت ولافس ماري از ذا بريديكت، هذا نسميه شالو بارسينج. طب استاذ لبريديكت هون لازم يكون ناون وفيرب بيكون في باترنز نفس الشيء بيكون عندنا باترنز. هلا يعني انا بصراحه مش قاعد بورج الديتيلز، انا قاعد بس بحميكم على الموضوع، انت عارف حضرات الجاي بندخل بطريقه ديب اكثر حتى نقدر نشوف تكنيكس اللي نقدر نطبقها. هلا كمان شيء ثاني عن سنتنس، فرايت الرجل الجالس بالنظاره، أنولي لابس نظارة؟ يا أنا يا هو نعرفش. طلبت الأم من البنت تصفيف شعرها. تصفيف شعر مين؟ صبري. هلا هاي بالمناسبة، طيب هاي مشكلة إيش؟ اللي بنسميها المشكلة بروبوزيشن أتاتشمنت. ها؟ إنه هو الضمير ما نقدرش نعرف عن مين بنحكي. هلا في الانافورا ريزوليوشن كمان مشكله ثانيه، انه ذا دوك ان رو ذا دوك انترد ماي روم سكيرد مي. الاي ريفيرز لمين؟ هلا بالنسبه للكمبيوتر بده يعرف روم ولا دوك، لازم يعني resolving what a noun what a pronoun or a noun phrase refers to. أعطي الأول noun. مش هاي مشاكل syntax في اللغة، مشاكل semantics في اللغة. نسأل كوثر، هل رأيت الطاولة؟ هذه الطاولة؟ هل ختمت هذه الطاولة؟ طيب انت بتشتغلي في يعني ما حفظ الألقاب، بتشتغلي في مثلا في مطعم وبيسألك البوس الكبير شفت الطاولة اللي هناك؟ ختمتيها؟ انت بتخدم الطاولة؟ الناس على الطاولة عارف انه الناس اللي على الطاولة اسمهم طاولة؟ فكلمة الطاولة لها أكثر من معنى. معنى منهم الطاولة اللي هو قطعة الأثاث، ومعنى منهم الناس، حتى لو مش قدامهم طاولة بالمناسبة يعني. صح؟ Did you serve that table? فكلمة table معناها مثلا هاي طاولة بالإنجليزي لها معنيين، بس التابل لسه بالإنجليزي تابل، شو معنى التابل بالإنجليزي؟ الطاولة اللي بالمعنى قطعة أثاث. وإيش كمان؟ أو
أو جدول بمعنى جدول مصفوفة مصفوفة أو did you serve that table الناس الناس اللي قاعدين إلها بالمناسبة table as a noun إلها ثلاث ست معاني و as a verb إلها ثلاث معاني بالإنجليزي يعني هذا معنى هلا أنو معنى منه لما أنا أجي أترجم أنو معنى هلا بتحبي المقبلات بتحبي المقبلات ترجمها بلاش بتترجم دي لاف كيسرز صح ولا لا مقبلات قصدك مقبلات الاكل يعني انا هلا بس ايش ترجمها الكمبيوتر كيسرز كيسرز ليه هاي مشكلة ما مش مشكلة سينتاكس هاي مشكلة سيمانتكس فهاو هاو تو اندرستاند ذا مينينج سبيشالي ذات ويردز ار امبيجوس اند بولوسيماس شو يعني بولوسيماس اخذناها بولوسيماس شو يعني بولوسيماس انه الكلمة لها اكثر من معنى ف هلا عشان بيلزمنا كيف نحل المشكلة بالمناسبة؟ عن طريق السينتكس. عن طريق السينتكس؟ لازم تعرف شو الوردبوك حسن. عشان أعرف إيش؟ بدك تعطي معنى الإيش يعني. طب did you see that table؟ تزبط. Did you إذا بدك تطلع على الكلمات قصده يقول بتطلع على الكلمات اللي قبلها والكلمات اللي بعدها بحاول أرجع. مش دائما يعني إذا بقول لك أنا did you serve that table؟ هلا table هون مش معقول تخدم الطاولة الفيرنيتشر رح بقى معناته حتخدم ناس اوكي but did you see that table تزبط على الجهتين في سنتكس في بدك تسوي الثانيين بدها سيلف ليرنينج استاذ بدها تريننج داتا ليرنينج ماشين هل في قواميس بالمناسبة فيها مصنف المعاني في تعدد المعاني؟ لا ولا قاموس؟ طبعا في اكيد انو؟ هي مش قاموس هلا قواميس قواميس صعب بس الوورد نت هلا شفت شوف شو استعملت الوورد نت مرات وين في الترجمة إلى حد ما في اللغة العربية ما فيش نحاول نعمل عربي كنترول جاهز إنه بدنا نستعمل هاي اللي نسميها بالمناسبة word sense disambiguation هاي word sense شو يعني sense اللي هو المعنى الوورد سنس يعني معنى الكلمة ديس امبيجويشن يعني فك غموض معاني الكلمات فحتى نقدر نفهم المعاني هلا بالمناسبة هاي مزبوط في كثير يعني هاي عادة في الوورد سنس ديس امبيجويشن في كثير لازم ناخذ يعني نعمل ماشين ليرنينج كثير لازم نعمل ماشين ليرنينج ويكون عندنا تريننج داتا تيستينج داتا حتى نقدر نعمل ووضعها محدود يعني اذا انت مثلا كتبت لي بس كلمتين شفت الطاوله والله شو بعرف يعني الطاوله يعني هي ما فيش سياق اذا فيش سياق من مره اعرف ما بقدرش اعرف لازم يكون التمبلت يعني حتى الانسان ما بقدرش يعرف بالمناسبه مش الكمبيوتر ما بقدرش يعرف حتى الانسان ما بقدرش يعرف على فكره بتعرفوا النكت 99% من النكت لعب بالمعاني لعب بتعدد المعاني حسب انه حافظ بعدين يلا علي شيء في لعب بالمعاني ها انتوا اذا بدكم تنتبهوا غالبيه النكت مره واحد حط طحنه ها كل النكت هي اصلا لعب بتعدد المعاني تاع الكلمات شو كمان؟ واحد ضرب واحد نعم بالمستشفى واحد ضرب واحد فصار ضرب معناها الضرب ومعناها الاريثماتيك اوبريشن شو الاشي اللي بنشرب بعد العصر؟ شو الاشي اللي بنشرب بعد العصر؟ بعد العصر الناس بتفكر ان العصر العصر بس هو العصر يعني مفهوم انك اللي هو العصير فمعظم النكت عادة هي اصلا لعب المعاني طيب هلا اخر سلايد نحكي عنه اخر سلايد بيقول عن ايش كيف شفتوا هلا مشاكل يعني
موتيفيتد على مشاكل شو يعني الناتشرال لانجويج بروسيسنج سوفت وير هيك بفترض. طب كيف يا استاذ نحل المشاكل؟ كيف نحل هذول المشاكل؟ في ثلاث ابروتشز عشان نقدر نحل هاي المشاكل. اوكي غلط على فكره، هو يعني هذا الكلام غلط اللي بدك اياه، هذا ستريكتلي سبيكينج كل هذا الكلام غلط، بس انجاز التعبير بنقدر نقسم الطرق في كل هاي الاشياء الى ثلاث مدارس، ثلاث منهجيات او ثلاث افكار للحل. هذا جنرال بيزنس. اول واحده شو بتكون؟ رول بيست او نوليدج بيست ابروتش. ايش يعني؟ يعني انا بدي اعمل وير سيستمز امبيجويشن، عارف ايش من كبل شان وير سيستمز ديس امبيجويشن، يعني بدي افهم تعدد بفك غموض معاني الكلمه. شو اساوي؟ بيبقى عندي ديكشنري، لا كرر عليه يعمل برنامج في ديكشنري في ورد، بس اجي حمزه قال لي انا تستعمل ورد، انا دفتر انه الورد مش موجود لانه اصلا غلط استعمل ورد، لانه الورد اصلا مش كامل، وبالتالي هاي حل الجزء. ولازم هو بقول له لازم الابروش تبعتنا تبقى عامه ونحلها بدون نولج. طب شو بدك تستعمل يا حمزه؟ انا عم بدي استعمل statistics. انا بدي اشوف اكثر مرات الناس استعملوا فيها الكلمه كذا عشان استعمل كذا، بس برضه مش طويل. ففي مدرستين، في شيء بنسميه رول بيس انه بحاول يعني زي الجرامر، بدك انت تعرف جون لافس ميري، جون انها ناون ولا فيرب ولا ايش، تعتمد على عمليا اللي هو statistical models. بدك تبني موديل للغه statistic، تبني statistical model للغه اللي هو محاضرتنا الجاي، كيف تبني statistical لغه موديل للغه او رول بيست. رول بيست لما انا بخزن كل قواعد اللغه العربيه او كل قواعد اللغه الانجليزيه، انا عمليا بحكي عن رولز، عن نوليدج. مزبوط. هلا زي ما قلت لكم مثلا جوجل ماشين ترانزليشن معظم الشغل الستاتستيكال مش رول بيز. ها هلا في ابروتش خلينا نقول ثالثي ركبتناها مع بعض، في بعض الطقات تسويها رولز وفي بعض الطقات تستعمل فيها على الستاتستيكال. في اصلا احلى بالنولج بتيجي من الستاتستيكال، انتوا داخلين اساسا. هلا فلسفيا، هل انت تعلمت اللغه يا كوثر لانه علمناك الرولز؟ لا لا. طب خليها انا بقول هيك سؤال كالتالي، هل تعلمتوا اللغه لانكم انتوا في حدا قاعد علمكم الرولز؟ علمنا الرول بعد ما تعلمنا اللغه، تعلمنا في المدرسه، مش شرط انت تعلمت كرول بس. اوكي انسى مرحله الطفوله، بس هلا انت مستعد تكتب مقالة صح؟ هل تعلمت بعد ما علمناك قواعد اللغة صرت تقدر تكتب المقالة، ولا انت عمليا بملاحظاتك هو يعني شو ستاتستيك من تجربتك تعلمت تكتب تجربة؟ يعني ما علمناك ايش قواعد من مرة؟ طب اثنين ولا هاي ولا هاي؟ كلكم بتكونوا اثنتين؟ انا احكي بس اعطتني قواعد من غير ما اشوفها الفاضي، لانه بحكي لو اعطيتك قواعد بدون ما تجربي دائما احنا هاي سبت. لا مش هيك السؤال، لا مش هيك السؤال. السؤال بيقول لو انا ما علمتكيش قواعد من مره، من مره تقدر تكتبي مقالي؟ اصلا علماء اللغه تقدر. اذا بتقدر، اذا بتقدر معناته مش اثنين، مش رول بيز ستاتستيك. بتجي هاي بيكتب اشعار من غير شيء قوي، بتجي يكتب اشعار وقوعد صح، معناته بس ستاتستيك. تجي بتجربه اللغه، بس تعمل علماء اللغه بيحكوا لك انه مستحيل تكتب منيح اذا ما قرات شيء منيح. اثنين صح، بتجي قبل الثانيه. هلا يعني هاي دايلوج من قلت له بالصف، لانه هذا الكل يعني هاي يعني موجود، هاي وموجود هاي، مرة هاي ومرة هاي. أعتقدش أنا إنه هاي يعني إنه بجوز السؤال أصلاً غلط، هل تعلم من الرول ولا statistics؟ أنا أعتقد إنه السؤال كله غلط. كيف الفيديو؟ لا لا ما لا لا ما هذا دايره يعني، هذا كل يوم أتناقش فيه أنا وبعض العلماء.
انا من الناس اللي يعني هلا احنا مثلا بالمعهد معهد ابن سينا الجروب تبعي انا احنا روم بيز الجروب تبع الدكتور استاذ الدكتور عدنان يحيى اجتماع علي الصالح اللي بتعرفوا هذول بس استاتستيكس ما مش على كلام الرولز ولا بالانتولوجي ولا باللوجيك ولا مش الاحصائيات هلا لا هاي الصح ولا هاي الصح ولا هاي غلط ولا هاي غلط هلا بجوز بكملوا بعض بمناطق معينه بجوز بمناطق مزبطه فيعني هذا اصلا هو نقاش ما كنت اقوله النقاش اصلا موجود دائما بس على اي حال شو الستاتستيكال بجوز انتم برضه مش فاهمينها شويه المحاضره الجايه بلخص بس عن ايش بتكون المحاضره الجايه المحاضره الجايه بتكون كالتالي بعطيك كوربوس بعطيك كوربوس كوربوس ايش يعني كوربوس يعني كمية ضخمة جدا 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 من النص من النصوص بلغتنا يعني هات ونجيب نروح على كل المكتبات العربية ونجيب كل الكتب ونتخيل عندنا نص تبعها ليه؟ كل شيء موجود بالمكتبات جبنا كل شيء على الانترنت مكتوب بالعربي جبنا موجود هذا الشيء كل الجرايد اللي طلعت بالوطن العربي جبناها صرنا نتخيل ولا موجود هلا الى حد ما في كوربوس اسمه جيجا موجود يعني يعني هذا مش شيء جديد يعني للغه هلا باللغه الانجليزيه جوجل ما هي لما تقول الشيء عملت كوربوس للانجليزي عملاق جدا يعني بيمثل اللغه الانجليزيه تقدر تقول almost كل ما كتب باللغه الانجليزيه almost which means نصوص من عده مجالات نصوص من عدة عصور نصوص من ناس صغار كتبوا أو ناس متخصصين باللغة ففي عنا عدة يعني ملتي دايمنشنال يعني النصوص هاي التكست تكون ملتي دايمنشنال هلا للغة الإنجليزية للغة العربية في كثير محاولات حسب علمي متواضع انه في واحد في كوربوس للغه اسمه جيجا بس مش يعني بده شراء تشتري مشترى بس مش الناس مش معجبها ليش هلا ليش بدنا اياه هلا اذا كان موجود عندك معناته بدك تعمل لي انت مجموعه احصائيات اللي اذا بعطيك كلمه تقول لي شو تقريبا شو الكلمه بتيجي بعدها شو أكثر احتمال إنها تيجي الكلمة اللي بعدها؟ أو أعطيك ثلاث كلمات وأقول لك شو احتمالية الكلمة تيجي بعدها؟ هل من هذا الكلام وهنا هذا علم يعني بحد ذاته من هذا الكلام نقدر نعمل good spelling checkers good grammar checkers good translators اذا بدنا الترانزليشن بدنا نربطه مع نسميه parallel corpus parallel corpus ايش يعني يعني الكوربوس عربي مثلا الكوربوس انجليزي مربوطات مع بعض هلا لما اعطيكم كوربوس كمان بيكون مصنف هاي نصوص سياسي هاي نصوص علميه هاي نصوص كذا هاي نصوص كذا وهاي بالعصر الفلاني وهاي بالعصر الفلاني وكل كلمة منهم نام غير يعني يعني فيكون يعني النص في معلومات عشان انت تبني هذا بنسميه statistical model للغة هذا بنسميه statistical model للغة هلا بعدها انت بتروح تبني spelling checker بعدها انت بتروح تبني grammar checker بعدها انت بتعمل اللي بدك اياه او إذا كان رول بيز معناته بيكون عندنا شو يعني عندنا موديل رول بيز موديل للغة عندك الجرامر تاع اللغة عندك 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 كل هاي المعلومات الباك جراوند اللي بتلزمك لما تشتغل في أي سؤال لحد هون واضح؟ يعطيكم العافية